السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقة. إن شاء الله سوف نشرح إحدى المشاكل التي يعاني منها العديد من المتابعين، وتلقيت العديد من الأسئلة بخصوص هذه المشكلة المتعلقة بعدم القدرة على الدخول على الواتساب ويب على الحاسوب. يعني عندما تريد أن تقوم بعملية المسح من خلال الكود بار أو الكود الخاص بالاستجابة السريعة من أجل عملية الدخول إلى الواتساب ويب، تجد مجموعة من الصعوبات أو لا يفتح معك هذا الأخير وغيرها من التفاصيل. إن شاء الله في هذه الحلقة سوف نشرح بعض الأسباب التي تؤدي إلى ظهور هذه المشكلة، والتي لا تخول لك أو لا يمكنك من خلالها الدخول إلى الواتساب الخاص بك. في البداية هناك مجموعة من التفاصيل التي يجب عليك معرفتها. في البداية هناك بعض المشاكل كما قلنا. أولا يجب عليك أن تقوم بالتحقق من عملية الاتصال. بين هذه المشاكل مشكل الاتصال، عندما تجد هذه العلامة الصفراء على أيقونة الخاصة بعلامة الواي فاي، يجب عليك أن تقوم بإصلاحها حتى تستطيع الدخول إلى حسابك على الواتساب ويب. كيف ذلك؟ فالعملية بسيطة جدا، كل ما عليك فعله هو التوجه إلى كما قلنا هذه الأيقونة الخاصة ب الاتصال المتواجدة في لابار دي طاش، تقوم بالنقل عليها بضغط الزر الأيمن ثم تختار هذا الخيار. من أجل عملية حل هذه المشكلة المتعلقة بالاتصال، إذا لم يتم حل معك المشكل فاعلم هذا المشكل يعود إلى يعني هناك بعض المشاكل المتعلقة بالاتصال فيما يتعلق بالواي فاي الخاص بك، هناك فيه بعض المشاكل أو النت لديك ضعيف، لذلك لا تقوم كما قلنا لا يقوم كود استجابة السريعة بالاستجابة مع الهاتف الخاص بك عندما تريد أن تقوم بربطه بالحاسوب. كذلك هناك مشكل في المتصفح، كذلك عملية الاتصال من الهاتف إلى الحاسوب يجب عليك أن يكون الهاتف وجهاز الكمبيوتر لديك متصلين بالإنترنت للاستخدام، ليس بالضرورة أن يكون كلا الجهازين على نفس الواتساب ويب أو على جهاز كمبيوتر بدون الاتصال بالواتساب أو الشبكة، لن يفتحك بالإنترنت عند المسح بالاستجابة السريعة أو الضوئية. يعني إخواني الكرام يجب أن يكون الهاتف الخاص بك متصل بالإنترنت، نفس الشيء بالنسبة للمتصفح الخاص بك. كذلك هناك أمر آخر يجب عليك، إذا لم يشتغل معك كما قلنا الواتساب الويب الخاص بك، قم بإغلاق علامة التبويب غير المستخدمة. يعني إذا كانت هنا إذا كنت قد قمت بفتح العديد من كما قلنا الصفحات يمكنك أن تقوم بإغلاقها حتى ينجح معك الكود الخاص بالاستجابة السريعة. كذلك هناك أمر آخر يجب عليك أن تقوم بحذف الملفات أو الكوكيز الخاص بالمتصفح أو مخلفات المتصفح. إذا أردت أن تعرف الصفحات التي تتواجد بها هيستوري، سوف تظهر لك هنا جميع الصفحات التي تم فتحها. كما تلاحظون معي هنا يمكنك أن تقوم بعملية التعليم بهذا الشكل، ثم تقوم بعملية clear browse data بهذا الشكل لكي تقوم بإزالة جميع هذا الكوكيز الخاص بالمتصفح. بعد ذلك تعود إلى الصفحة الخاصة بالواتساب ويب. كذلك يجب عليك أن تقوم بفتح الهاتف الخاص بك وتوجيهه إلى الكود بار من خلال النقر على الأيقونة الخاصة بالنقط الثلاثة المتواجدة على كما قلنا الحساب الخاص بك، وبعد ذلك سوف تقوم باختيار ربط الأجهزة. بعد ذلك تقوم بعملية المسح، بعد ذلك سوف يفتح معك بدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل في حالة ما لم يكن هناك أي مشكل كما قلنا من المشاكل التي قمنا بذكرها. كما قلنا يجب أن تكون كما قلنا متصل بالإنترنت من خلال الهاتف وكذلك من خلال الحاسوب لكي يشتغل معك الواتساب ويب بطريقة سهلة جدا. كذلك هناك مشكلة أخرى تتعلق بالأد بلوك، ربما قد قمت باستخدام الإضافة الخاصة بالأد بلوك، يجب عليك أن تقوم بتوقيفها
حتى يشتغل معك كما قلنا يشتغل معك الواتساب ويب. يجب عليك عدم استخدام الاد بلوك او منع الاعلانات. كذلك هناك العديد من الاشياء التي يجب عليك. كذلك هناك بعض الحلول الاخرى لحل هذه المشكله، من بينها عمليه تكبير كما قلنا الكود بار من خلال الذهاب الى الشريط العلوي الأمامي، بعد ذلك تقوم هنا باختيار الزوم بهذا الشكل، تقوم بتكبير الكود بار حتى يتم استخدامه بشكل صحيح، حتى يظهر لي كاميرا الهاتف من أجل عملية المسح بهذا الشكل. يمكنك أن تقوم بتكبيره، وكذلك يمكنك أن تقوم بعملية تصغير هذه الشاشة من وغيرها من التفاصيل. هناك حل آخر وهو الأخير، استخدام المتصفح الخفي. يمكنك الذهاب إلى المنيو ثم تختار هنا نيو بريفيت ويندوز بهذا الشكل، سوف تنبثق معك هذه الصفحة. تختار هنا، تقوم بكتابة واتساب ويب، هذا هو الموقع الخاص بالواتساب ويب. يمكنك أن تقوم باستخدامه هو أيضا من أجل حل هذه المشكلة في حالة ما كان المتصفح الخاص بك العادي به مشكلة معينة. يمكنك أن تقوم باستخدام المتصفح الخفي من أجل عملية كما قلنا حل هذه المشكلة. كانت هذه جميع الحلول المقترحة من أجل عملية حل مشكلة عدم القدرة على الدخول إلى الواتساب الويب الخاص بنا على المتصفح. أتمنى أن تكون الفكرة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو، الاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله.